لو طلعنا على هاي الدائرة اللي موجودة هون دي أنا حاطط V هون وعندي هون ماشي I وعندي هون X سميها XL وهون عندي R. كيف بحدد هذه الدائرة؟ عندي الإمبيدنس تبعتها شو بتساوي؟ بتساوي R زائد JXL وقلنا هاي بنسميها إمبيدنس هذه ريزيستنس وهذه رياكتنس وعندي هاي طبعا بإمكاني أنا أحولها إلى Z at an angle مضبوط؟ Z على زاوية ثيتا Z شو بتساوي؟ بالحالة هاي R square زائد XL تربيع تحت الجذر والزاوية شو بتساوي؟ Arc tan XL على R هاي سميناها Impedance Resistance رياكتنس لو جينا اطلعنا الان على هاي الدائره واي اخذتوا الادمتنس ايش بتساوي واحد على هاي على في هاي على في وتساوي عندي هون جي زائد جي مرت عليكم هاي اخذتوها هذه عندي هون ايش اسمها كوندكتنس وهاي هون عندي سسبتنس وهاي اسمها ادمتنس لاحظوا بحاله الادمتنس ايش بقدر اعمل بقدر اجمع الاشياء انبارل وبحالة الإمبيدنس إيش بقدر أجمع الأشياء اللي إنسيريز فأحيانا إذا الأشياء إنسيريز أسهل إني أتعامل مع إمبيدنس وأجمع الأشياء اللي إنسيريز وإذا كان عندي أشياء إمبارالل إيش أسهل أعمل أتعامل مع أدمتنس وأجمع الأشياء إمبارالل الأدمتنس واحد على زد واي تساوي واحد على زد وتساوي آي على بي زد بتساوي في على آي واحد على اوميجا او سينس اذا وحدتها هون او استخدم احيانا سينس هذه اسمها السسبتنس هاي اسمها الكوندكتنس